هو الحب. هو الحب عندما يكون الحبيب صلى الله عليه وسلم روحا لذاتك من جميع الوجوه، حتى عن أبيك وعن أمك وعن جيناتك وقبيلتك وأسرتك وأهلك. عندما تستثمر النور الذي جعله الله فيك، هذا هو الحب. هو شعار وبرنامج ورسالة وخطاب وتذكير وتنوير وسعادة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة.